بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أبياتنا. يوم الطفوف يعني ابتدأ إن شاء الله. وهي عن سكينة سلام الله عليها حين ذهبت إلى أبيها تقول: أبتاه من لي بعد فقدك مفزع، وحنين قلبي نحو عطفك مولع. أبتاه كلمني فداك سكينة، قد جئت من خدري إليك أودع. فبكى الحسين لحالها ولحزنها، قال: ارجعي أخشى عليك وأجزع. قالت: أبي إن الخيام قد اعتلت نيرانها، فبمن ألوذ وأتبع؟ إنا فررنا من خبانا وجدنا، والقوم ترمقنا وفينا تطمع. أبتاه إن الخيل فك جماحها، تعدو علينا بالصهيل، وتهرع لا ندري أين نفر في البيداء، وإن حاطت بنا الأعداء ماذا نصنع؟ والماء ما ذقنا لعذب زلاله، منعوه عنا بالضماء نتلوع. عباس عمي بت لا أدري متى يأتي بماء فالحشا يتقطع. قال: اسرعي يا شمعتي وخواتك، لوذوا بعمتكم فحان المصرع. لا ترفعي طرفا إلي صغيرتي، إن جاءني شمر ونحري يقطع. لا تخمشي خدا علي وتقطعي جيبا، فذلك يا ابنتي لا ينفع. سترين جسما في العراء مقطعا، والخيل تعلوه وتهشم أضلع، والرأس مبري يخضب شيبه، يعلو على رأس القنا ويرفع، يعلو على رأس القنا ويرفع. صلوا على محمد وعلى محمد. الله